اول سؤال عندنا النهارده من الاستاذه منى من القاهره. استاذه منى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا متابعه للبرنامج وعايزه اسال حضرتك على حاجه. اتفضل. انا متجوزه من 23 سنه. نعم. وجوزي عاش معايا 7 سنين وسافر بلد عربي عشان يشتغل وكده ويحسن مستوانا يعني. وبعدين قطعني تماما، يعني ما بقاش يسال عليا ولا يسال على اولاده ولا اي حاجه خالص. ليه ما سافرتيش معاه؟ ما هو ما فضاش، قال ان هو هيرتب نفسه ويرتب العيشه وبعدين يبقى ياخدنا. طيب. ولما احنا طلبنا ان احنا، لما هو ما فضاش ياخدنا خالص، طلبت منه كتير جدا ان هو ياخدنا في الاجازات، ولما لقيته بعيد عني ياخدنا. يبدو ان انتوا كنتوا ثلاثه، يعني كنت حضرتك وولدين. عندي 3 اولاد. يعني في 7 سنوات جبتي ثلاث اولاد. جبت 3 اولاد قبل ال7 سنين، كنت جبت 3 اولاد ورا بعض الثلاثه. وانا متجوزه وانا عندي 18 سنه، يعني بنتي دلوقتي عندها 21 سنه في الجامعه. طيب. وابني كمان في الجامعه وبنتي في ثانويه. طيب السؤال. السؤال ان هو ما فضاش ابدا يطلقني سابني، وما فضاش ابدا يطلقني سابني على ذمته لمده 17 سنه، انا بطلب فيهم الطلاق وهو بيرفض فيهم الطلاق. تماما، انا بطلب الطلاق وهو بيرفض الطلاق. طيب. وزي ما انا في بيتي وهو بيصرف بيبعت لنا مصاريفنا. المهم ان هو، انا قلت له طلقني لان انا مش هوافق انت تتجوز عليا. كنت لازم تعرفي ان ده هيحصل. بس قلت له لإلا نرجع لبعض، لإلا يطلقني، يعني ده انا طلبي، لإلا كل حاجه تتصلح، لان انا مش هعرف اعيش الوضع كده ويكسب لي الاولاد الصغيرين من صغرهم خالص، ان هم في ابتدائي، يعني انا اللي بقدمها لبنتي اللي في الجامعه، انا اللي مقدمه لها المدرسه كيجي. طيب يبقى انت كده انحصرت في دور ام العيال. وبعدين انا ما رضيتش، انا ما كنتش موافقه بالوضع ده. انا حاضر، هو اتجوز بقى، هو اتجوز في المكان اللي هو فيه بقى. هو اتجوز في المكان اللي فيه وما اكتشفتش بعد كام سنه. بعد كام سنه ما عرفش، ما قالش. طيب هو سابني 17 سنه. طب فين سؤال حضرتك يا استاذه منى؟ سؤالي ان هو رافض لغايه دلوقتي. انا عرفت ان هو متجوز من سنتين ومازال زي ما هو رافض ان هو يطلقني، ورافض حتى ان هو يرد عليا، يعني حتى كلامي اسئلتي ليه انت مش راضي تطلقني؟ وليه سابنا طول السنين دي؟ وهو كان بيكذب، ما كانش قال ابدا ان هو متجوز. هقول لحضرتك يعني حاضر، انا يعني هجاوب. كان بينزل اجازه لاولاده وكانش بيقول انه ما كانش، وكنت بساله انت اتجوزت عليا؟ يقول لي لا. يعني احنا يعني بعد ما يعني العيال كبروا، في يوم من الايام انت هتعجز وهتيجي تعيش هنا مع اولادك؟ قبل ما اعرف بجوازه بساعة واحدة قال لي انا رسمت حياتي على كده. طيب خليني اقول لحضرتك، انت بتقولي دلوقتي اعمل ايه في الحالة اللي احنا فيها دي. استاذة منى، انت في حالة شديدة الابعاد، يعني ما هي سهلة، واتصال على الهوا ما يكفيش فيها دي، محتاجة ان احنا نقعد، لان في جزء عندنا غائب، واي حد يجاوب على الحاجات دي كده زي ما يقولوا كده باي لك يبقى مش امين، لان في طرف اسمه الزوج. انا هقول لك شويه حاجات تخليكي تفهمي الوضع بتاعنا. فكره البعد جفا دي حقيقه، ان لما حد يقرر ان هو يبتعد ويبتعد المده الطويله دي، احنا لازم نعرف ان هيحصل جفاء، مش لان الراجل ما يقدرش يعيش من غير ست ومن غير متعه، لا، لان البني ادم المتجوز اللي ده حلاوه الجواز مش هيقدر يعيش لوحده، فهو لازم يبقى معاه حد. فانت كنت لازم تعرفي ان هو كان لازم يبقى معاه امراه، فانت لازم تعرفي ده، وكنت لازم تتنبأي ان هو هيتجوز بهذه الطريقه. طيب عرفنا. انت بتقولي دلوقتي انا في وضعي اعمل ايه؟ في وضعك اعمل ايه؟ ده لازم انتوا الاثنين تكونوا في مركز الارشاد الزواجي. لكن انا هقول لك حاجات، انت بدل هو اتجوز دلوقتي، احنا عندنا في ستات نسبه مش قليله اللي بتعرف ان جوزها اتجوز عليها بتقدر تتاقلم مع هذا الوضع. بس عشان تتاقلم مع هذا الوضع لازم يكون عندها اهداف، زي مثلا انا مش عايز ابوظ البيت ده، مش عايز ادمر الاولاد، جوزي يبقى متجوز تاني واولادي لما يجي حد يتقدم لهم البنات يبقى ابوهم موجود معاهم ومبين علينا ان احنا اسره متماسكه، ده شيء كويس. اولادي يقدروا يتصلوا بابوهم ويقدروا يتفاعلوا معاه، لان هو مازال مش مطلق الاسره دي كلها، لكن هو مازال موجود معانا. انت ممكن ترد عليا تقولي دلوقتي ما هو اصلا مش معانا، هو اصلا ما يعرفش عننا حاجه، ده انا اللي قدمت البنت في الجامعه،
او انا اللي دايما بروح المدرسه لان ابوهم مسافر. انا عارف ده كله، بس ما بقول لك الاهداف اللي ممكن بعض الزوجات تقبل الزواج الثاني. انت عندك فرصه ان الزواج الثاني ده في مكان انت مش موجوده فيه، فهو في مكان ثاني، فانت عندك فرصه ان انت تقولي انا ما فيش ضرر وقع عليا بالفعل، بدل هو بيكفي البيت. انا مش بقول ان هي دي الطريقه المثلى، احنا بنتعامل مع مشكله مش بنتعامل مع الوضع الطبيعي. يعني هي لما تيجي الشخص ده انت من حقك ترفضي او تقبلي ان هو يبقى عنده زوجه تانية، بس احنا عندنا مشكله دلوقتي بنتعامل معاها، فانا بساعدك ازاي تفكري في المشكله دي. تالت حاجه انت ممكن تفكري فيها في الوضع اللي انا على حدود المعلومات اللي اتاحت لي دلوقتي اللي احنا محتاجين نتكلم عنها بالتفصيل. الاجراء الصح ان احنا لازم نقعد بقى، لازم نقعد مع حضرتك ومع زوجك. الحاجه الثالثه اللي انا بقول لك عليها ان في بعض الاحيان انت ممكن تكوني مش مستحمله ان يبقى في زوج بعد ما عرفت ان هو متجوز يبقى موجود معاكي وكابس على نفسك. في بعض الستات بتقول كده. يبقى ايه اللي حاصل؟ انت محتاجه تدرسي جدوى طلبك للطلاق، وانا ما بساعدكيش على ده. ليه؟ لان انا بحب الرجاله تعمل كده في الستات ابدا. اللي عمله معاكي ده نوع من انواع الغدر، ونوع من انواع الاذى الممنهج. انا بقول اهو، وانت ايها الزوج الفاضل انت كنت ظالما. كنت ظالما ليه؟ عشان واحده بقى لها 17 سنه بتعاني، وانت ما حاولتش ان انت تطيب خاطرها. انا لسه بتكلم عن حضره النبي وكيف كان بيطيب خاطر زوجاته. واحده 17 سنه بتتوجع لدرجه ان هي تداوم على طلب الطلاق وانت مش مهتم، انت بتظلمها. والظلم في الزواج من اشد انواع الظلم. لان ايه اللي يحصل؟ لان حضره النبي قال: الا اخبركم ما الحالقه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، افساد ذات البين. انت افسدت العلاقه اللي بينك وبين زوجتك. انت كنت ممكن تكون اكثر شجاعه واكثر شهامه وتقول لها انا والله عايز اتجوز، هي كانت هتكون اقل الما من اللي انت بتعمله ده دلوقتي. يبقى انا قلت لك الثلاث نصايح ان انت تعيدي تدرسي جدوى، تعملي كده. ايه نقاط، ايه المخاطر اللي هتتعرضي لها لو اتطلقتي، وايه، لان كتير من الستات اللي اتطلقوا حياتهم للاسف حصل فيها مشاكل. انا مش بقول ان الطلاق في بعض الاحوال ما ينفع، لكن انا بقول ازاي تفكري، تدرسي المخاطر اللي هيتحصل لك لما تتطلقي، وتدرس الفرص ان انت ممكن تكون عندك دلوقتي وممكن تساعدك على انك انت تبقي في هذا الزواج. دي نصيحتي ليكي لغايه ما اتشرف بمقابله حضرتك وزوجك عندنا في مركز الارشاد الزواجي.